يتفق اللاجئون أو الناس يتفقون مع المهربين على طريقة المجيء إلى هنا، يدفعون المبالغ التي يطلبونها، فيتم المجيء إلى هنا ليلا بعد منتصف الليل. نحن أثناء مجيئنا كنا حوالي 40 شخصا أو أكثر، بيننا عدد من العائلات. تعرضنا أثناء وصولنا، طبعا نحن مشينا أكثر من 8 ساعات في طرق وعرة، ولا أعلم لماذا، قد يكون سببه هؤلاء المهربون الذين أرادوا أن يعذبونا أكثر. عبروا يعني. نحن أكثر من 8 ساعات حتى وصلنا إلى الحاجز الحدودي، إلى ساتر الحدودي. هناك تعرضنا لإطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى إلى دب الرعب والخوف في نفوس الناس. طبعا هربت الناس في اتجاهات مختلفة، ناس فقدت قسم من عائلتي. أنا التقيت بأسرتي في ثاني يوم، في صباح ثاني يوم في سحيلة. طبعا رمينا كل أمتعتنا وكل أغراضنا حتى ننقذ أنفسنا من إطلاق النار. لم يصب أحد، أعتقد لم يصب أحد أثناء تلك الليلة. وضع المخيم هون حقيقة رغم المساعدات اللي عم تقدم، ولكن هناك احتياجات كثيرة لم تلبى إلى الآن، منها الوضع الصحي. الوضع الصحي مفروض مثل ما قال الأخ هون أنه أدوية، ترش أدوية للقضاء على الحشرات والعقارب وما إلى ذلك. الكثير من العوائل هنا ليس لها من يستطيع أن يعمل أو يعيل أسرته، فبالتالي لا يستطيعون أن يشترون الحاجيات اليومية.